السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سادة. إن شاء الله لحد الآن إحنا بمعدل الوحدة، وإن شاء الله بتكونوا يعني ألميتوا فيها كويس وفهمتوها كويس. حكينا إنه أهم شيء يكون المقام واحد واحد بس، المقام شو ما كان لازم أقسم على المقام عشان أخليه واحد بالبسط، ما مش مشكلة يطلع كسر. شفتوني لما طلع كسر عشري كسر عادي مش مشكلة، المقام المهم البسط، آسفة، المهم المقام واحد. وإذا كان عندي مثلا طلعت في ساعة واحدة، في دقيقة واحدة، أي شيء واحد في زمن واحد أو في جرام واحد، أي شيء موجود عندي وطلب مني شغله ثانيه مثلا في ثلث في ربع، الناتج مضروب هذا الحكي، الناتج مضروب هذا الحكي. طلع معي 6، 6 على 1 مضروب 6 على 1 في مثلا ثلث، لما يطلب مني كمان مطلوب اخر. هذا الحكي حكينا عنه. واليوم ان شاء الله كمان بدنا نبدا ناخذ الحل كمان اسئله، احل المسائل، احل المسائل هي من صفحة 8-11، من صفحة 11. السؤال الأول في المسائل، عندي في طلاب ما عندهم كتب وفي طلاب أخذوا كتب، حاول أكتب المسألة. الله بعيني على أكتب المسألة اثنين أو ثلثان. أول شيء أجد بدي أكتب لك السؤال. طبعا أنا حكيت لك، أنا حكيت لك إنه في طلاب أخذوا كتب، طلاب السنة أخذوا، والكتب كلها موجودة في المدرسة عندنا. أجد وعدل الوحدة لكل منا يلي، لكل منا يلي أول وحدة في معدل الوحدة إن شاء الله ناخذها نشوف. أيوة واضحة مبينة عندنا. أول وحدة ثلثان كوب من الماء، كوب من الماء إلى ثلث. شو مكتوب عندنا ثلث؟ انتبهي مكتوب عندنا كتابة، كتابة زي ما هو مكتوب الكتاب. ثلث كوب من مركز عصير البرتقال. من الأول ثلثان كوب من الماء، الأول هو ثلثان كوب من الماء، الأول هو ثلثان كوب من الماء، يعني ثلثان هون حنقول هو ثلثان، ثلثان كوب من الماء إلى كلمة إلى يعني تقسيم. هون ثلث بحكي ثلث، حكيت ثلثان كوب من الماء، هنا الماء، الماء هون ايش؟ العصير. طبعا اكتبها من المسجد مش عارف تنساي هيك عندي، حاول اعمل طيب بساوي هون عندي اللي هي ثلثان تقسيم ثلث بساوي عندي اللي هو عندي يا مس تحول القسمة إلى ضرب، بتصير اثنين على ثلاث، القسمة تحول إلى ضرب يقلب الثاني، يقلب الثاني. هذا الحكي أخذناه وحكينا عنه بما فيه الكفاية. شكلها راح هون واحد هون واحد، واحد واحد اثنان إلى واحد، أهم شيء اثنان من الماء، ماء إلى واحد العصير، إلى العصير. هاي هو زوم. تعال يا علم
مشكلتي انا اللي بدي اكتب السؤال، يعني انا بدي اكتب السؤال. السؤال الثاني بحكي لي قراءه خمس صفحات من الكتاب في نصف ساعة. قرأت خمس صفحات من الكتاب في نصف ساعة، يعني عندي خمس صفحات تقسيم نصف هون صفحة وهون ساعة، صح؟ تساوي حيتغير القسمة تقلب إلى ضرب ويقلب الثاني. لو قسمتي نص بصير 2 على 1 تساوي 10 على 1 شكل هذا، يعني 10 صفحات في ساعة. نصف ساعة 5، في الساعة 10، واضحة؟ يعني بتقولي لي والله من غير ما أحلها يا مس، واضحة، لكن لازم أحل أنا، لازم أحل. سؤال الثالث، يعني أنا إن شاء الله هيك بخلص معاكم كل التمارين الموجودة في كتاب الطالب، واضح؟ وعندنا كتاب التمارين هذا كله بكون لك ايش؟ انك انت تتدرب عليه وتورجيني الحل. ثلاث، بحكي لي ثلاث. خمسة وسبعون دينار، 75 دينار، ثمن 3 أخماس كيلوغرام، 75 جرام، ثمن 3 أخماس كيلوغرام من الليمون، يعني عندي، خليك معايا انت، نحكي 3 أخماس كيلوغرام على 75 دينار تساوي، حنقول 3 أخماس تقسيم هاي على 1، أي عدد مقام 1 بيقلب الواحد، تقسيم آسف، تقسيم هي نفسها 75% على 1 بالشكل هذا، تقلب القسمة إلى ضرب ويقلب الثاني، تقلب القسمة إلى ضرب ويقلب الثاني، بس هيك شكل هذا. الآن أضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 3 × 1 = 3، على 5 × 5 = 25، 5 × 7 = 35، 7 × 30، و5 = 37، ما في شيء اللي هي فاصلة بعد رقم 1، فاصلة أنا أطلع لك إياها هون، فاصلة بعد رقم 1. 5 × 5 = 25، أيوة 5 × 5 = 25، 5 × 7 = 35، يعني 5 × 7 = 35، 5 × 5 = 25، 5 × 7 = 35، 37 صح؟ سبعة وثلاثون، وفاصلة بعد رقم. الآن أنا قلت لك مش مشكلة عندي البسط، المشكلة عندي المقام،
المشكلة عندي مين؟ المقام، لازم أقسم على نفس المقام. المقام هي 3.75 من 100، بدي أقسم على 3.75 من 100. بالنسبة لي 3.75 من 100 بدي أقسمها على بعض، بتصير عندي هون، شايفين هون؟ بدي أقسم لك إياها عشان تقولي، ما تقوليش إني أنا لازم أستخدم آلة حاسبة، لا يمس، لا تستخدمي آلة حاسبة ولا على بالي، بتقسميها بالشكل هذا، شايفين؟ 3×3 × 1، الفاصلة تطلع فوق دورها، بيجي عندي 3 طبعاً فيها 0، الفاصلة دورها قلنا، عندي 7×3 فيها 2، لأنه 2 × 3 6، 6 بضل عندي 1، 5 بتنزل، 15×3 فيها 5، 5×3 5، 5×3 5، 10، انتهت قسمتي، قسمة عادية أخذناها من السابق، عادي مش مشكلة، اللي هي عندي 1.25 من 100 على هذا اللي هي 3.75 على 3.75 فيها 1 صحيح، معناته أنا عندي هون اللي هي كيلوغرام، الكيلوغرام الواحد على اللي هو دينار، كل كيلوغرام بده دينار وربع، صح؟ كل كيلوغرام من الليمون بده دينار وربع. هيك مسألة حليت تقريبا الأسئلة كلياتها اللي كانت مكتوبة عندك في كتاب الطالب، وأنا حكيت لك إني أنا بدي إياك وبدي أشوف حلك في المعدل الوحدة اللي هو في كتاب التمارين صفحة 8، صح هذا الحكي حكيناه؟ لحد الآن شفت أكم من واحد بس اللي حلوها والباقي ما شفت حلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.